الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله، أسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الدعوة، إخوة الهجرة، إخوة الصيام في رمضان، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. أيها المؤمنون، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. كلمات من ذهب في حديث مرسل: البر لا يبلى، الخير لا يبلى، الطاعة لا تبلى، صلاة التراويح لا تبلى، إنفاقك في سبيل الله لا يبلى، بل هو مكنوز لك إلى يوم أنت أحوج ما تكون إليه في يوم يقوم فيه الناس بين يدي رب العالمين، يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تقل: أنا ضعيف لا أستطيع صلاة القيام، أو فقير لا أستطيع الإنفاق في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، قم وبادر وانهض وانطلق وسر على بركة الله. وإياك أن تدفن أو تميت الطموح في ذاتك، وإياك أن تجعل العجز يسيطر عليك، وإياك وإياي أن نجعل السؤال هو سيد المشهد في حياتنا. فإن هذه الأيام جعلت الكثير من الناس يحب الأخذ ولا يحب العطاء. هذا من مفاسد المرحلة التي نحن فيها: يأخذ ولا يعطي. الصحابة الكرام عندما كان نبي الرحمة يدعوهم إلى الإنفاق، كان منهم الغني الذي ينفق كل ماله، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. من أين يستطيع الإنسان أن يملك القوة على أن ينفق ماله؟
ماله كله في سبيل الله من الثقة بالله أن الله لن يضيعه في الدنيا ولن يضيعه في الآخرة. لو كان عند أبي بكر ذرة ضعف أو عجز أو عدم ثقة بالله عز وجل لما أنفق كل ماله ولما قال تركت لعيال الله ورسوله. ماذا تركت لعيالك يا عمر؟ تركت لهم نصف مالي. عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش العسرة يجهز الجيش بكامله، بئر في المدينة المنورة يمتلكها رجل يهودي يتحكم بالماء الذي يشربه المسلمون، يفرض عليه أتاوات وأرقاما كبيرة. يأتي عثمان: ماذا تريد ثمنا لهذا البئر؟ أريد كذا وكذا من المال. يطلب مبلغا كبيرا لا ينفقه. الرجال عادة في أمثال هذا الشيء فيقول لقد اشتري، وبعد أن يشتري لا تتحول المسألة عنده إلى تجارة وحساب، إنما يتاجر مع الله عز وجل، يقول للمسلمين: جعلت هذا البئر في سبيل الله، في سبيل الله. أما الفقير فقد كان ينفق درهمه الذي يملكه، ينفق القليل الذي بين يديه، درهم سبق ألف درهم، كيف ذلك؟ يأتي رجل ثري فينفق جزءا من ماله ويمضي، ويأتي فقير لا يملك سوى درهم فينفق درهمه، يعني أنفق ماله كله. لذلك سبق درهمه الألف درهم التي أنفقها الغني. نحن أمة الإنفاق، نحن أمة العمل، نحن أمة الاستعانة بالله عز وجل وعدم العجز. لهذا نقول في كل صلاة بل في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، بك نستعين يا رب على الصلاة. وها نحن الآن أيها السادة نقترب خلال ساعات من ليلة 27 من رمضان، تلك الليلة التي يقول بعض العلماء إن ليلة القدر فيها، ويقول آخرون إن ليلة القدر تنتقل بين وتر العشر الأواخر. وقال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: التمسوها في العشر الأواخر. أيها السادة، من العمل، من الطاعة، من الاستعانة بالله، من الإقبال على الله أن نقبل عليه في هذه الليالي. المسلمون يقبلون على الله في أول رمضان ثم يقصرون بعد أن تمضي أيام من رمضان، ويستمر التقصير إلى ليلة العشر، إلى ليلة 27 من رمضان. جيد أن نقبل على الله في هذه الليلة، وأن نقبل على الله فيما بقي من ليال. جيد، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولك ليلة القدر، استعن بالله، نحن بحاجة لهذه الليلة فقد لا نعيش إلى رمضان قادم. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقول أنا شيخ كبير، اجلس على كرسيك واعبد الله، ولا تقول صلي في بيتي، فالشيطان يشغلك وأنت تشغل نفسك وأهلك يشغلونك عن هذه العبادات والطاعات. قم مع إخوانك، بادر معهم، انطلق معهم، كن يدا بيد
هذه الليلة حتى تتعرض لنفحات الله، حتى تتعرض في تلك النفحة التي إن قبلك الله عز وجل فيها كانت لك خيرا من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من أكثر من 80 سنة من العبادة، لو أنك تعرضت وقبلك الله. أفلا نتعرض لتلك النفحة الإلهية؟ إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا تتعرضوا لها؟ المحروم من حرم بركة رمضان، المحروم من حرم بركة العشر الأواخر من رمضان، المحروم من حرم بركة ليلة القدر. استقل المسلمون أيام حياتهم في هذه الدنيا عندما قرأوا أن سيدنا نوح جلس في قومه يدعوهم قرابة 1000 سنة، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. طيب ماذا تفعل أيامنا وأعمار هذه الأمة بين 60 و70؟ فعوضنا الله، ونحن آخر الأمم، عوضنا الله بليلة القدر، وهي تزيد عن عمرك الذي قد تعيشه من ولادتك إلى مماتك. لو أن تاجرا قال لك أحي هذه الليلة، أو اجلس في هذه الليلة، أو اجلس على باب متجرك أو متجره في هذه الليلة، ولك في الصباح 1000 ليرة، فقط 1000 ليرة، أما كان أحدنا يجلس؟ عندما يقول الله عز وجل لنا سلام، سلام، وهي 1000 شهر، ليس 1000 ليرة، هي 1000 شهر. والشهر تعلمون ما فيه من العبادات والخيرات والطاعات والنفحات والفرائض والنوافل والإقبال، خير من 1000 شهر، وهي سلام، سلام من الذنوب التي أثقلت كاهلي وأثقلتك، سلام من الذنوب التي لا ندري كيف نلقى الله عز وجل عليها، سلام من المعاصي التي قد تلقي بأحدنا لا سمح الله في قعر جهنم، رب كلمة يقولها ابن آدم من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، هذه الليلة هي سلام. لذلك سنبقى هنا إلى طلوع الفجر، بل إلى طلوع الشمس بإذن الله، وهذا ليس استثناء عن شهر رمضان، هكذا كنا منذ الليلة الأولى في رمضان، وهكذا سنبقى إلى صلاة العيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الهمم، من أصحاب الطاعات. عندنا طلاب حفظوا ربع القرآن في ليالي رمضان، قرابة ربع القرآن حفظ في ليالي رمضان، في هذه الليالي. هذا المركز، مركز البيت الشامي، مركز البيت الشامي من توفيق الله لنا، لم يغلق بابه منذ أن أعلن أن رمضان قد رؤي هلاله إلى هذه اللحظة، إلى أن نصلي صلاة العيد إن شاء الله. استعن بالله في العبادة، واستعن بالله في الإنفاق، وهذا ما سنتناوله في الخطبة القادمة، الخطبة الثانية الآن إن أحيانا الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.
الحمد لك يا ربي كما أمرت، صلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام بررت بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المصيبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان والعقيدة، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، استعن بالله ولا تعجز. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. كرم إلهي ما بعده كرم. في الأسبوع الماضي أعلنا عن انطلاق مشروعين. المشروع الأول أننا نريد مكيفا لهذا المركز، فقد اشتد علينا الحر، وفي الشتاء يشتد علينا البرد، فجمعنا مبلغا قرابة الألف بل دون الألف. فجاء أحد الإخوة، ولا أدري كان في الخطبة أم لا، خرجت من المركز بعد صلاة العصر فصادفته، فقلت له: هل نفرض عليك شيئا أم أنت تختار ماذا ستساهم في هذا؟ فقال لي: دعني ساعات. ثم عاد في اليوم الثاني فقال: أعطني ما جمعت وسأغطي كامل المبلغ وآتي بالمكيف. وجاء به، وهذا الجو الطيب في صحيفته صيفا وشتاء بإذن الله. هذا هو الإنفاق في سبيل الله. المشروع الثاني أننا قلنا إننا بالتعاون مع بيت الصدقة والزكاة حريصون هذا العام بعد الذي جرى في منبج وغيرها، بعد هذه الحروب التي لا علاقة لها بإسقاط طاغية الشام، بعد أن جاء عملاء الأكراد، وليس الأكراد، الأكراد إخوتنا وأهلنا وأهل السنة فينا، مظلومون كظلمنا، مظلومون من تلك الفئات الماركة كظلمنا من طاغية الشام. عندما جاء هؤلاء المنحرفون بأوامر غربية ليجتاحوا منبج وليس دفاعا عن داعش، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، وكل منهما يؤدي دورا علم أم لم يعلم، والمعركتان في غير صالح المسلمين. عندما سقطت منبج في يد من ادعى أنهم يقيمون شرع الله، فأساءوا لشرع الله، أساءوا لشرع الله، وجعلوا من أبناء المنبج دروعا بشرية، أو جاء هؤلاء الذين يرفضون شرع الله فأساءوا للأكراد وجعلوا من أبناء منبج دروعا بشرية أيضا، والحلقات تتوالى، فتم تشريد من تشرد وتفريق من تفرق، وصاروا في مخيمات أبناء منبج الآن في مخيمات في عزاز وغيرها. هذا إلى غير التشريد الآخر في حلب وغيرها، ونحن أقرب البلاد إلينا حلب. فقرر إخوتنا في بيت الصدقة والزكاة أن يحولوا زكاة الفطر إلى الداخل لإغاثة تلك العائلات التي تم تشريدها في العراء، ونحن على أبواب العيد. فجمعنا ما جمعنا، وكان قليلا ولم يكن كثيرا. اليوم أذكر نفسي بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. اليوم نتذاكر فيما بيننا ونحن على أبواب عيد، ونحن يمكننا أن نذهب بأمان وأن نأتي بأمان، حتى الفقير منا يستطيع أن ينفق على
أبنائه ولو بالحد الأدنى، أن يشعر أبناؤه بالعيد ولو أن يجلسوا إلى جانب هذا المركز. اليوم نريد همة منكم، نريد نهضة منكم. لمن لم ينفق أو لم يدفع زكاة الفطر، وهي تعادل للإنسان المستريح 11 ليرة وللفقير 6 ليرات، ونريد لهذا الآخر الذي تعرض للمرض وقال له الطبيب أفطر أن يدفع الفدية عن إفطاره، ونريد لهذا الذي يريد أن يتقرب إلى الله، لمن يريد أن يجعل صدقة بينه وبين الله تقيه من حر جهنم أن ينفق. لا نريد لواحد منا أن يتلكأ عن الإنفاق، ليس لأجلي أنا لا أريد شيئا ولا تسامحوني بشيء، لكننا نريد أن نشعر أننا فعلنا شيئا لأهلنا في الداخل، لأهلنا المشردين، لأهلنا هنا وهناك. فلننفق، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش الإقلال. هذا الإنفاق في هذا الوقت ونحن على أبواب ليلة 27، لا تدري كم يضاعف الله لك حسناته. هذا الإنفاق ونحن على أبواب العيد، لا تدري كم تمسح به دمعة عن عين فقير، عن وجنتي فقير، لا تدري ماذا يفعل من الخير عند هؤلاء الفقراء، عند هؤلاء المحتاجين. نحن أمة مبتلاة، الأمة بشكل عام أمة مبتلاة، لكننا هنا نحن السوريين ابتلينا بهذا التآمر الدولي علينا، وكل الجاليات في الدنيا تتماسك، إن لم نتماسك الآن في غربتنا مع مشردينا فمتى وأين نتماسك؟ أيها السادة، لا أريد أن أطيل عليكم، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلنقترب من هذه الليلة، ولنقترب من هذا الإحياء، ولنقترب من هذا العيد المبارك الذي نسأل الله أن يعيده علينا بنصر عميم كامل تام. وقد انجلى طغيان طاغية الشام ونظامه وشبيحته وعلماء سلطانه عن سماء أرضنا. نريد أن نقترب من هذا العيد بعمل حتى ولو كنا فقراء. استعن بالله ولا تعجز، بادر، أنفق، انهض، قم، طالب، أنفق، والله لن يخيبك الله، والله ستجد نفقتك عند الله، والله سيصرف الله عنك السوء بما تنفق، وسأكون أول الباذلين والمنفقين معكم. فقوموا إلى الصلاة بعد الدعاء، يرحمني ويرحمكم الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالي، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت علينا وأوليت، نؤمن بك ولا نتوكل عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك، ولا تقطعنا باسباب الذنوب عنك يا الله، ولا تحجبنا بقبائح العيوب. اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يحيون ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن تقول فيهم سلام هي حتى مطلع الفجر، اللهم اجعلنا ممن يحيونها بالقرآن والإقبال عليك والذكر والإنفاق يا الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم انصرنا على طاغية الشام ومن والاه ومن وقف معه ومن عاهده ومن تلقى السلاح منه ومن نسق ومن قال ومن فعل ومن أمر مع طاغية الشام ومن خطط. اللهم عليك بروسيا
الشيوعية وإيران الصفوية، الوجهان السيئان الفاسدان الفظيعان البشعان. اللهم اجعل مقبرتهما في أرض الشام، اجعل مقبرتهما مع طاغية الشام في أرض الشام. اللهم لقد أرونا عجائب قدرتهم فينا، فأرنا فيهم عجائب قدرتك وعجائب مكرك وعجائب عدلك وقوتك وقدرتك وعطائك وفضلك واستدراجك لهم يا رب العالمين، حتى يقبر الجميع على أعيننا ونحن لهم راؤون مشاهدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.